يشبه كثير هذا المشهد ما يحدث في السودان من سيطرة، خلينا نقول، أو مركزية الإدارات الأهلية في التعامل مع كافة، خلينا نقول، ألوان أو أطياف المجتمع. صحيح، هذا سؤال مهم، أشكرك عليه، لأنه القبيلة اليمنية امتازت بحضورها في واقع الأمر في الأزمات وفي غياب الدولة أو ضعف الدولة، أو يعني عندما تدلهم المشاكل والأمور، فالدولة هي كيان رسمي عبر العصور، يعني في اليمن كيان رسمي، لكن هذا الكيان الرسمي يتعرض يعني لضعف، يتعرض لغياب، يتعرض لعافية، يتعرض لانحسار من بعض المناطق في اليمن، لكن حتى لو غابت الدولة تماما فإن المجتمع اليمني وخصوصا المجتمع القبلي وهو الأغلب في المجتمع اليمني لديه أنظمة، لديه ما يعني أشبه ما يكون بالقانون وبالدستور، وهي الأعراف والأسلاف، تسمى الأعراف والأسلاف، يعني ما تعارف عليه الناس وتوارثوا عبر العصور، وله مراجع، المراجع ليست مدونة في كتب وليست مدونة في دساتير، ولكنها المراجع، خليني أقول لك بما يعرف عندنا الشيخ، الشيخ الكبير، نعم. شيخ الضمان، وتحت الشيخ مشايخ آخرين، هؤلاء يسموا مشايخ نواحي أو مشايخ الحبال أو قبائل صغيرة، وهناك الشيخ الكبير وهو شيخ القبيلة الكبيرة، وأيضا هناك واحد يسمى المنهى، يعني ينتهى إليه الأعراف، تنتهي إليه الأعراف في حال اختلاف، فعندما يحصل اختلاف في أمر ما أو يصدر حكم، وربما حتى حكم جائر ولا غلط، يقولوا اذهبوا بقى إلى أين؟ إلى المنهى. والمنهى هو ما يعرف حاليا بالقانون التمييز،